كانت هناك حيوية كبيرة جدا من طرف المصب لإحها وظهور في نشرات الأخبار بقدر ما هناك فلسفة ورؤية. بعد التسعينات كانت متأثرة اليوم المجتمع المدني بعد دستور 2020 قضى مكانة مميزة لتمد جسر مباشر خاصة خلال 7 نواة تاع الدستور ومن بينها استحداث المصب الوطني للمجتمع المدني، ورابعا إجبارية تقديم الحصيلة يعني أوبليغاسيون دو بريزونتي دي كونت. ماهوش فقط لأنك تسير أنت الآن عندك مفردك تقدم عن طريق الهيئات اللي انتخبتك وقالوا والله أنا هذا هو الخط تاعي ومن عندهم المنظور تاع الموضوع. لا أعتقد أن هناك آلية جديدة وفلسفة جديدة. سنوية حول الفساد. الانتقالات السنوية الهدف الرئيسي تاعها